الظرف الحالي؟ اولا في الحقيقه العلاقات المغربيه الموريتانيه كانت دائما كانت ما بين مد وجزر. في بعض اكثريه الاوقات كانت علاقات ممتازه، في بعض الاوقات كانت كتشوبها بعض من الصعوبات. في الاونه الاخيره وخاصه مع المشكل اللي وقع في معبر القرقرات، اولا بغيت نوضح واحد الشيء وهو ان معبر القرقرات مفتوح حتى يومنا هذا. المشكل واقع في المنطقه الفاصله ما بين المعبر والحدود الموريتانيه، تماك المشكل. اما المعبر فهو مفتوح وهو تحت إدارة السلطات المغربية، ما فيه أي مشكل. هذا قضية. بطبيعة الحال القضية الثانية وهي هذا المعبر كيؤدي إلى موريتانيا ومن موريتانيا إلى دول غرب إفريقيا. في الأيام الأخيرة تم إغلاق المنطقة الفاصلة من طرف بعض الأشخاص لكي يوصفوا أنفسهم أنهم من المجتمع المدني، ولكن هما محركين من طرف جبهة البوليساريو، لأن حسب المعلومات الموجودة أنهم تحركوا من مخيمات الموجودة بالجزائر. طبيعة الحال تم إغلاق هذه المنطقة، تعطلت الحركة. مع تعطيل الحركة طبيعة الحال تأثرت موريتانيا لأقصى درجة، لأني أنا ما نبغيش نقول لك 100%، ولكن أكثر من 90% من تموين السوق الموريتانية كلها كتجي من المغرب. لهذا يعني الأسعار شهدت واحد الارتفاع لا يصدق مع ندرة المواد. بطبيعة الحال المجتمع الموريتاني تحرك على يعني عنده الوسيلة الوحيدة وهو التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي اللي ظهر رفضهم، الرفض التام. معنا الموريتانيين دائما معروفين بالحذر، ولكن هنا يعني عبروا عن رفضهم التام لما قامت به شرذمة من يعني أنا نقول لك بكل صراحة من قطاع الطرق، لأنه هذا لم يسبق أن وقع في التاريخ نهائيا. لأنه عادة إسحاق هو أنه حتى في أوج الحروب والمعارك تبقى المعابر مفتوحة، يعني هل وصلت الدناءة جبهة بوليسار أنها تغلق هذا المعبر الذي يشكل شريان بالنسبة لموريتانيا وسائر دول غرب أفريقيا؟ أنا ما غاديش نعبر أكثر مما عبرت عنه النائبة اللي كتمثل الشعب الموريتاني الأخت زينبو من تتقي، اللي قالت أن هذا عمل دني. ويعني ولي نقولها بصراحة أن هذا المقصود به بالدرجة الأولى هي موريتانيا، هي اللي متأثرة يعني 100% مما وقع. يعني المآل ديال هاد الشيء فين غادي يمشي وفين غادي يوصل الله أعلم، ولكن أنا كنظن أنه من هنا على الأكثر 72 ساعة هذا الأمر غادي ينتهي، لأنها هي مجرد حركات أولا للضغط على موريتانيا، لأن حسب ما يقال وما سمعت أن موريتانيا اتخذت قرار سيادي وهو في حالة مغادرة أي شخص ينتمي للمخيمات للأراضي الموريتانية ما يعاودش يرجع. ربما هذه محاولة ضغط. ثانيا محاولة ضغط ثانية للتأثير على قرار الأمم المتحدة الذي سيصدر أظن بعد غد. في ظل هذه الأزمة كيف كتشوف الدور ديال موريتانيا في حل هذا النزاع الإقليمي؟ موريتانيا بطبيعة الحال هي طرف، رغم موقف اللي اتخذته الحكومة الموريتانية بالحياد، ولكن هي طرف. ما نساوش أن موريتانيا كانت في يوم من الأيام ما بين 75 و 79 متواجدة في إقليم وادي الدهب.
ما نساوش ان جبهه البوليساريو اللي كتعتبر هي نفسها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي وجدت في موريتانيا. لهذا موريتانيا عندها واحد الدور كبير، ولكن يعني بكل صراحة يصعب، يعني من الصعب أن نقول لك، لأن الحياد عنده مفهوم لهم هما. بالنسبة يعني في ظل هذه الظروف أيضا مباراة أصوات من داخل موريتانيا، أنها ربما لأول مرة أنها تعطي موقف ماشي حياد ولكن موقف موضوعي من النزاع من بينهم نائب البرلمان التاقي من عدد من الفاعلين الجمعاء. واش هذا تغير في نمط التفكير او تعاطي النخبه الموريتانيه مع بوليساريو؟ لا، شوف انا نقول لك قضيه، وهو ان يعني بكل صراحه هناك نشاط كبير لجبهه البوليساريو داخل الاراضي الموريتانيه من اجل التعريف بما يسمونه هم قضيتهم. بطبيعة الحال هاد المغالطات ما يمكن لهاش تستمر، لابد أن تكشف في يوم من الأيام. الموريتانيين بدأوا في الأيام الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة يدركون يعني حقائق المتعلقة بالقضية، وخاصة من اللي يحسوا أنهم الطرف يتم التلاعب به. يعني رغم أن موريتانيا كان حيادها دائما يعني حياد سلبي، ورغم بعض المواقف التي يتخذها البعض يعني مساندة البوليساريو، مع ذلك لم تراعي جبهة البوليساريو هذه القضية. يعني هذا هو السؤال، يعني بعد كل هذه السنوات وكنا عارفين من البداية كما قلت لنا على أنه موريتانيا شكلت واحد المحضن في الزويلات ايضا ديال الجبهة، واش الآن بوليساريو تعود يد من أحسن إليها؟ أنا كنظن أن البوليساريو لم تحسن نهائيا إلى أي كان، لأي كان أحسن إليها لم تحسن إليه. وأنا نعطيك أبسط مثال، في نهاية السبعينات انضم لجبهة البوليساريو قدر من الشباب الموريتاني اللي حارب معاهم، وفي الأخير للأسف الشديد تم رميهم بالسجون، خاصة سجن الرابوني، وتم قتل الكثير من الشباب. والآن موجودة حركة، موجودة جمعية لضحايا جبهة البوليساريو، لأن بكل صراحة يعني هاد الناس أنا ما يعني ما الناس لا يرجى منهم خير، لا يرجى منهم. سؤال أخير، يعني في ظل هذه التطورات هذه كيف كتشوف علاقات المغرب الموريتاني؟ واش خاص تعدد أكثر، تضغط أكثر؟ العلاقات المغربية الموريتانية، أولا هناك علاقات قوية قوية جدا بين الشعبين، لأن أنا نقدر نقول لك أن الجالية الموريتانية الموجودة هنا في المغرب رغم أنها غير مستقرة استقرار تام، ولكن موجودة بكثرة. ثانيا إلى لاحظتي حركة العبور في المعبر، يعني السيارات لا تتوقف ليل نهار، يعني هذا كيدل على متن العلاقات. وثالثا أنه مع مجيء الرئيس الحالي بالتأكيد العلاقات ستتطور يعني لأكثر من ما هو موجود الآن.